الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، وأن شهر رمضان شهر الأخلاق، شهر التربية الأخلاقية، شهر شرعه الله سبحانه وتعالى ليتربى عباده على تقاته وخوفه، ومن ثم يلتزمون بأخلاق نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الشهر العظيم بمثابة مدرسة، مدرسة يدخلها المؤمن فيرقى ويرتقي في إيمانه، في عقيدته، في عبادته، في سلوكه، في معاملاته وأخلاقه. ما أحوجنا معاشر المسلمين والمسلمات أن نتزكى وأن نزكي أخلاقنا، خصوصاً في شهر الصيام، شهر التربية، شهر التربية الخلقية. رمضان يعلمنا ويربينا ويغرس فينا هذه الأخلاق الحميدة ويقويها في العباد، فهو شهر الصبر والصدق والشكر والوفاء والكرم والجود والسخاء والعفة. رمضان شهر الصبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر، والصبر ليس له جزاء إلا الجنة. الصوم نصف الصبر، والصبر ليس له جزاء إلا الجنة. فيصبر المسلم على طاعة الله حتى يؤديها، يصبر على الفرائض حتى يؤديها، ويصبر على النوافل حتى يجتهد فيها، ويصبر عن المعاصي حتى يتركها ويبتعد عنها، ويصبر إذا قدر الله تعالى عنه مصابا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. شهر رمضان شهر الصدق، الصوم يعلمنا الصدق مع الله والصدق مع الناس، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى تكفل
بوضع الثواب الخاص بالصائم. فقال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله تعالى يقول لملائكته: اكتبوا لعبدي إذا صلى كذا وكذا، وإذا تصدق كذا وكذا، وإذا قرأ القرآن كذا وكذا، لكن إذا صام اتركوا خانة الصيام، أنا الذي سأكتب له أجره في خانة الصيام، لأن الله تعالى العليم بالأسرار ويعلم صدق العبد ودرجة صدق العبد، فيجزي العبد على صدقه، يجزي العبد على صدقه وبمقدار صدقه، فيقول لملائكته: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاصدق الله أيها المسلم، أصدق في قولك، أصدق في كلامك، أصدق في عملك. الصدق في القول أن تقول الصدق ولا تكذب، الصدق في الفعل أن تكون أفعالك صادقة ليس فيها رياء، وإنما خالصة لله سبحانه وتعالى، فيكون ركوعك وسجودك وحضورك في المسجد، ويكون بكاؤك وخشوعك صادقا من صدق إيمانك، ولا يكون ذلك تصنعا، تتصنع الخشوع أو تتصنع الاجتهاد في الأعمال أمام الناس. أصدق الله تعالى يصدقك. الصدق في القول والصدق في العمل، والصدق يمنع صاحبه من قول الزور وشهادة الزور والكذب وغير ذلك. عباد الله، رمضان شهر الشكر، والشكر معاشر الأحبة يكون بالبذل والعطاء والسخاء. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فالشكر على نعم الله عز وجل التي أسداها إليك ينبغي أن يكون بلسانك وبقلبك وبجوارحك. رمضان شهر العفة، الصيام يعلمنا العفة، والعفة ناشئة من التقوى، من خوف الله تعالى. والله تعالى قال: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الخشية، خوف الله، يربيك على العفة، على الاستقامة، فيعينك الصوم على العفة وغض البصر وحفظ الفرج. ولذلك نصح الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم، نصح الشاب الذي يريد أن يتزوج، أن يبادر إلى الزواج وإن تأخرت الأسباب، نصحه بالصوم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يحبس مجاري الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيحبسه ويمنع شره على العبد. رمضان معاشر الأحبة شهر الحلم، شهر العفو، شهر التسامح والصفح وكرم الغيظ. ولذلك نصحنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام فقال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. إذا كان صوم يوم أحدكم، إذا كان يوم صوم أحدكم لا يرفث، لا يسخط، لا يغضب، لا يجهل، وإنما يذكر نفسه ويذكر صاحبه الذي أراد أن يغاضبه أو يخاصمه أو يشاتمه، يذكره بأنه صائم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا أخلاق الصائمين، وأن يوفقنا للتربية الأخلاقية الحسنة
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، معاشر الأحبة، شهر رمضان شهر الصيام، والصيام يعودنا على محاسن الأخلاق وترك مساوئ الأخلاق. الصيام يربينا على سلامة الصدر، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهلن وحار الصدر. صوم شهر الصبر، وهو شهر رمضان، شفت النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر، أيام البيض، من صام رمضان وصام هذه الثلاث من كل شهر فكأنما صام العام كله. صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن وحر الصدر أي يذهبن غل وحقد الصدر، فيكون العبد سالم الصدر. حينما يصوم، أقول الصوم الحقيقي، الصوم المطلوب، يكون سالم الصدر، لا يغل على أحد ولا يحقد على أحد، وإنما يكون سليم الصدر. وسلامة الصدر معاشر الأحبة نعمة عظيمة، وتدرون أن أول نعمة ينعم الله بها على أهل الجنة، أول نعمة ينعم الله بها على أهل الجنة هي أن يمسح من صدورهم الغل والحقد والحسد. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، جعلني الله وإياكم منهم. رمضان معاشر الأحبة شهر العزم، شهر القوة، قوة الإرادة، شهر السيطرة على النفس وأهوائها، فلا يطلق العبد لنفسه العناد، وإنما يربط جأش نفسه، فيعوده الصبر على العزم، يعودك على أن تقول لنفسك لا، يعودك على أن تقول لنفسك كلمة لا، لا تفعل، لا تأكل، لا تشرب، هذه زيادة، هذه، ولكن لا لا لا، ليس وقت ذلك. يعلمك أن تقول لهذه النفس: ليس كل ما تشتهيه تجديه، وإنما هناك شروطا، هناك شروط لفعل كذا ولفعل كذا. رمضان معاشر الأحبة شهر السكينة، السكينة التي تنزل على القلوب، وأعظم ما ينزل السكينة على القلوب ذكر الله وتلاوة القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبناء أن المسلم يكثر من الذكر وتلاوة القرآن في رمضان، فإن قلبه يكون مطمئنا ويملأ ويمتلئ بالسكينة. ولذلك كل الأخلاق التي ذكرنا تنشأ عن هذه السكينة وعن هذه الطمأنينة وعن هذه السلامة، سلامة الصدر، فيترك العبد تلك الأخلاق الدنيئة كالغيبة والكذب والبذاءة والفحش وغيرها من مساوئ الأخلاق. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم يهدنا واهد بنا واجعلنا سلما لمن اهتدى، اللهم وفقنا يا ربنا لما تحب وترضى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوردنا حوض نبينا، اللهم اسقنا من حوض نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم من كان منا مريضا فاشفه،
اللهم من كان مريضا أو طريح فراشه فاشفه يا أرحم الراحمين، وأقمه من فراشه سالما غانما. اللهم رب الناس أذهب بالبأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم من كان مهموما فأزح عنه همه، ومن كان مدينا فأدي عنه دينه، ومن كان مكروبا فنفس عنه كربته. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان. اللهم وفق حكام ولاة أمور المسلمين لما فيه خير وعزة الإسلام والمسلمين. اللهم وفق وأعن ملكنا محمد السادس لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح به البلاد والعباد، اللهم اجري الخير على يديه. اللهم أصلح ولي العهد الأمير ولي الحسن وسائر الأسرة الملكية يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.